قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وكتابك كتابك أخلاق وحملة القرآن ما أنتوا عشر كي كوبية تمنات اسمه يا نعم عشر كي وحويان كوبية تمنات ويان وحن كتيرناي بابك مؤلفك رحمة الله عليه أو كهلاي أخلاق ذا قفك القرآن كأخية وإلهي وجهي سويتي سبحانه وتعالى يوم ألفك رحمة الله عليك هلاي وحويري أقواشي هذا الذي يأسق وسوك حيي أي وحو دون ينو أدي الذي ذي أو سوك حيي. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد السندلي قال أخبرنا الفضل بن زياد قال أخبرنا عبد الصمد بن يزيد قال عبد الصمد بن يزيد وحوري سمعته عن مقلي الفضيل بن عياط يقول أصورني فضيل بن عياط وتابعي عنك أي عابدك زاهدك هاي الفضيل بن عياط أبو علي أسر كيس وحويا للخراسان بوها لكن وحو دقي مكايو دقي عابد الحرمين أي لو يقان الفضيل بن عياط. قال يقول أصبع الريان مغليف أي عبد الصمد بن يزيد وحليه إمام الفضيل بن عياط أيان مغلي يقول أصبع الرية ينبغي وحابون واجب كوا لحامل القرآن قرآن قفك حفظ السن علمك إسلامك يا شرع إسلامك قفك سيدو قرآنك حفظ السن أن لا يكون له حاجة دن إنو صنكي لن أن لا يكون إني سنهان حاجة له أصبع وحدنا إلى أحد عدو من الخلق وأنك كمده يا إلهي سبحانه وتعالى وحاجيز كذنت يعني وحوجي ذا أن مخلوق إن حاجه يدن أتكذب أن طاهي وأن عيالك ردوهم ويا تنا قاركود شرع على الإسلام كوه على يومين واجب إذا حتى تنا قاركودنا أي مرت أي سنة نقدان تنا قاركودنا أي كراهية نقدان تنا قاركودنا حرام نقدان لكن دنت هذا ماشي وجي ذا هو دنت تصنع س ليدتان كقرآنك يعلمك وحبارسية هاي دان تسينيسا دان تباهيات إنا دورس توكالة مثلا إنا توك توكالة دان توجيه دا تسويا وينو سن مارت عيد بخلوقة كمدا وينو سن دورسن إلى الخليفة فما دونها أن لا يكون له حاجة إلى الخليفة وينو سن دان حتى نكا ملحظة أو سن مارت ودوان أو سن دورسن إيا فمن دونه عيد كسوكايدا عيد كي الرؤساء كسوكايدا وينبغي وحبون أن تكون حوائج الخلق إليه الضوء ماذا باهدو ذو أساق إنه حقي سوى هاتو أساق وحلو صوت دون توجي ذا أساق وحلو صوت دون ثم ينسوى واحد دورا أساق إن لدور سوى ما ينسوى دور سن أساق إن لبح لقات دون ولقات توقع ما ينعدك وصن توقين وأن تكون حوائج الخلق أنك دنيه سنة وهذا إليه أساق لكن أساق إنه ما تذكر وحو دون ثم تاسنا وحي كينيسا قفك حنبارسان شريعة إنه شرفية شو شريعة ما شرفية لاتو. قال وحو يري إنك ولي وحادك وحاوته عبد الصمد ابن يزيد سمعت الفضيل فضيل بن عياض بن مغرى يقول أصبرنا حامل القرآن القرآن كقفك حنبارسان وقرآن كحفظسان قرآن كسيداه كرغم ياهي وحامل راية الإسلام إسلام كعلا كيسيب سيداه يعني شرفت إسلام كأيو سيدا لا ينبغي له كما حبونا عصغا أن يلغو إنه اللغو إيو ما لا يعني أو سمايو مع من يلغو عيد اللغو سمايو اللغو نجي سواق هذا نهاية تفسير القرآن قادم مانت وحويا وحال إرادة ما لا فائدة له ما لا جدارة فيه وحان فائدة له الدنيا أخربة إنه عيارة يكون مشغولا معه ولا يسوى إنه هلمامه أو سهوية مع من يسوى عدة سهوية أو لترى كده بعض الكسكة ضباش ولا يلهو إنه عياره معها مع من يلهو عدة عارس لترى كده. قال وحور وسمعت وحن مغلق قال يعني عبد الصمد يا وحولي هاي
وحان مغلي الفضيل يقول أرنيا إنما أنزل القرآن قرآن كما وحان لوسودتي وكليه ليعمل به إن لقل أغمه إيا لوسودتي فاتخذ الناس وضطكبا وحي سميستين قراءة وأخرس كيسة قرآن كعملا شقي كدكتين قرآن كما وحان لقل ترقلي إن إله اللي يقول دواده وعمل آخر اللي يقول دون طوي آياتين كدنبي لكن تطبع وحكرت وحكو شقي استاذ قرآن أي ليحل قرآن وحال الله قلت لك إنما أنزغ ليعمل به ذات الفصيرية إن له عمل فرح أي ليحل حلاله ليحل إن بنيان حلاله وحلاشيس ويحرم حرامه قرآن كحرامة سيحرمان ويقف عند متشابهه محي أي قرأوا أيان ويفهموا أيانا إن سأكت أقام في ميان آمنا به كل من عند ربنا إن إرادي ورمينا وحكس ربنا أكتسك هذا. وحدثنا جعفر بن محمد السندري الصندلي قال وحور سمعت وحن مغلي أبا الحسن محمد ابن محمد ابن أبي ورد ويقول أرنية كتب وحو قري حذيفة المرعشي إلى يوسف وأصباط وقري حذيفة المرعشي يوسف وأصباط لبضوا وحي هذاك زهادة هاي أهل العلم جاء يطغن كأهبي هاي مركز صاحبنا وهاي سيدا وحليها كسوق أروريي كسوق حيي وهي هاي تدأدوا إلى عليها حرام تسجل عليها ممن مضى من أهل العلم ينظرون في الحلال في الحلال ساس بورنجر مارتي تدكي هراء وتجي وهي هاي وهي سكفي رنجرن حراش أدبي وسكفي رنجرن في الحلال النظر الشديد ولا يدخل في بطونهم إلا ما يعرفونه من حلال على وش يسوي حلال ما يقنع كل مجلي ترينين وإلا هذي حرام غطه وحيك الضرب ذي ترينين عيد عنا وحاسو حا كمدة هبو يوسف إنه أصبات كا كمدة بأيوها رجل نوع عاسها مركا أصبوا نوع عاسة ما دام يوسف إنه أصبات حذيفة المرعشي أيا وحي صدر أيان وأنا وسوين أيان قال وحو يركتب وحا قري حذيفة المرعشي أيا قري رسالة دام يو قري يوسف من أصباط محوك يري بلاغني وحا إسوء قاري أنك أديك بعت دينك دين تادين أدقرتي بحبتين لبمر يعني عمجي ذا لبشلين أما لبكرون أما مارت لبطان يوحات راضب بحبتين كساس ودو وجي ذا أنا دين تاد قرط لو حب ضوض أنا قرط طيب أدوية أي دين تاد يسوق قرطي وسيو دعاء أنا ما أرتى إلا وشرين دين تاد أفسدي وعور وقفت وحى استأكتي على صاحب اللبن عانو ندي بيني أي استأكت أكتي نكاسي دش سيا استأكت وقفت على صاحب اللبن فقلت وحى كتري بكم هذا وبايع يسوما وبايع مكة بكم هذا وإم سلوي ابنية فقال وحوري هو لك بسدس حنكا قضايا سدس وكا قضايا سدس درهم وسدس دينار سيوح لوكا قضايا جرائي سدس يعني وحويان يعني كا قضايا لحمر ومكا لو قيبين هلا مارت قيب فقلت وحاتري لا بثمن ما وثمن يقسي ساسة كتري بركوا غرغوري يا مارت ثمن وبايع ثمن بوري إمي سأقول حيدا ثمن يسودس لا بأقول حيسا ما ثمن يسودس لا بأقول حيدا لا بأقول حيسا مركا وحوان بحبتين كتبوا كذي وصاص ويا لا بأش لين أقول حيدا سودس كي ثمن كقول حيسا ويا أو بحبتين كتبوا كذي فقال وحو يري هو لك عديك عيا أسكاله كو قادو كبير مارت ثمن كو قادو لكن إنك حوله مر كروا أنا بحوي توجين سدس بحوي توجين ثم بوكا جاي بيجي وكان يعرف مشكلة ذو حي تاني وقف يقيني توصلك قرنين كذا ما يعني كم تبيان قيمة صح ما مر ك لبضان حبضات أما لبضان شلين ولا قادم ماي وحوله يهاي وحال لقادم ماي أقام ما دام أقام لقادم ماي وقانتنا معك دلتي إن هذين عابدة تهبل زاهدة يبقى ساس بوكا قدم المركة المركة الدين تهدي بحد عفصة تبقى لي هلا بشر
رباشرين بعد أخطر ساسا سوء قارت وكان يعرف قواك يقيني نينك مركا وقوانتا وكو يقيني درت يدبوك أقدر دمي اكشف عن رأسك قناع الغافلين اكشف فيت عن رأسك مضى حاجة نيوك فيت قناع الغافلين كوا موك وعلموك ما رت الضبول كود أما ما سكراتي كود مضى حاجة فيت بكوري يعني أنا وقفتي ودقل ضاقة تسيغة فلنتي أقول لغنطي مارت مضحة مارت الدبور كقاضو سوتي يدبولي وانتبه براروك من رقدة الموت ذاتك انتي مارت تشيف كودي هرددو كبراروك يعني أقفك آخره الماسا أما أنا آيتين كدنبك قرين يلا وأموات أموات غير وحياة مركا سيدي ذاتك مارت هي أموات دعايو لنتوك على هاوش تشيف سنة شيف كعب وكبير مارت دين تذا هيبن هبسنين وعلم واحد وقتا أنه من قرأ القرآن قرآن كقفكي أخريي قرآن كحفظ السنة دين تيقانا ثم دي بدأ آثر الدنيا الدنيا دورته لم أؤمن آمن كمائه أن يكون إن وهذا بآيات الله لا آيات كيسة من المستهزئين كوكو تشاكيسة يعني آيات كلام مدى مسخول أقمينين فهو كالمستهزئ بها لا يبالي آيات كإلهي مارت كلمة شيء على مارت. رزقف رغم من آيات كذا أبو كتون طال إلى هذا ومن المسلم ولا تتخذوا آيات الله هزوا سلاه المارت. لا آيات كيسة كذا قالنا جس وحلا قال إننا سدح ذا الغاو كفر ليري ما كنا سأفر يشان تطبق كذا جاي. آيات لقط المام إنه ويا آيات كإله المارت كجس. مقعدي عن مارت آيات الآن قيمين بلو كذا. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري. قال أخبرنا مخلد بن حسن بن أبي زميل قال أخبرنا وحينا وربي أبو المليح قال وحور كان ميمون بن مهران ميمون بن مهران وتابعي ويان سقنا علماء التابعين تواوينا كم ذا ميمون بن مهران أيا وحاو إليه أبو مليح وعليه وحوها يقول كير هذا لو صلح أهل القرآن أهل القرآن كهديها قاقان تذكر القرآن كحفظ السنة يوم لماذا هذه هجاجان صلوح الناس تذكر وياها هجاجية هذه عكس قال قد يقولون لو فسد يعني أهل القرآن لفسد الناس ذكر الفساد يا والناس على دين ملوكهم سيله إلى دمار مكا تذكر قدوة هاي هذه في عينهم تتواصلنا يين تذكر كده يين اللي هو ناسنا يين لكن تذكر كده يين لهذه حماده وحين قرأ يا تذكر مجتمع مجتمع حماده الموضوع أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحمن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المغري عن حيوة حيوة يعني ابن شريح قال وحور حدثني وحيوة رمي بشير ابن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه ورمي أنه سمع وحور مغلى أبا سعيد الخدري أبا سعيد الخدري أي مغلى ويقول أرنايا سمعت عن مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولك سيقول أرنيان مغلي سيكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غي يكون وحا أهان دونا ولهل دونا خلف حرايح دطح ما كرانيسا وحرايحنا كنتكي هرونا سناي دحلي وكقل المري هذه اللام تلغيها بكسر بسكون اللام ليراد خلف الذين تخلفوا بالفساد بلوجه ده حميد الحري فخلف من بعدهم خلف سلاهي خلف لمورة خلف يا خلف ساس كل دوين مرجع وين واقو حري حري دتك وراك حريو حميد الدوام مرجويا خلف وحن غندونا خلف كوا حميد مرتين الدوام مري وبعد سنين سنوين قداشوت أيهان دونه كواسو أضاعوا الصلاة صلاة اللوميين واتبعوا الشهوات نفتو ذو وحي تعشهي اسكر راعي فصوف وقت دنبي يعني بري قيامة أي يلغون الله كل من دونان غيا جزاء غيهم لوميتان كودا المركز لكل من دونان والأوان مرين أيام مركز لوميتان كأي لومين الغي هو الضال وحقفك اللهم يويان مركي غيي قود أبا المركي سي قادم دونا ثم يكون دي بدوحة عام دونا خلف كوكرة أمارة وحمل لك ذا المري حريال
يدحليال حم بعد عدونه ويقرؤون القرآن القرآن كأغنية يعني يحفظون القرآن قرآن كيحفظنا يا لا يعدو قرآن قداف مايو تراقيهم لومه هذا قداف مايو كالحمه هذا لومه هذا كوجود بمايو قلبه أودق مايو يقرؤون القرآن يقرأ القرآن القرآن كوحى حفظنا إياه ثلاثة تسدح النوع بشر كمذا قراء القرآن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام القرآن كحفظا واختقى أستنبع سدح قيب وضي وقيب سميا قيب أفراد مجلس مؤمن ومنافق وفاجر أنت بقرآن كحفظنا يسمعت قف مؤمنة يمد منافقة يمد درائس يمد فاجرة حرض عن كتيرين أخلاق لهن قال بشير بشير باوحو يري راوغا حديثك وريي بشير ابن عمرو الخولاني ايا وحو يري قلت للوليد وليد بن قيس ايا وحان كويري ما هو الثلاث وصدح للمحيين فقال وحو المحيك اللي صدح لغفوه فقال وحو يري فالمنافق كافر به منافق قرانك واكو كفري منافق منافق قرانك افكا هوس كما امن سنة لكن عرق وكاقنية مؤمن أنت لا دحمة ولا ضوء، إسكمل دي قدرت يدبو خرية، كوكو قاشان تقرأ، وقت أساسية المنافقين كانوا والله على عصرية هذا اللي تجوه، مستشرقين من اللي يلاذوا، قالوا حكبر تقرأ كحدث سن، بروح على هلا كريستيان قرأ كيدش كحدث سن، سكول هذا قارك وضحى كذا قرأ كو مقرر كوي هيول إنه حفظيان قال إسلام، طبعا عرفت، كسو كريستيان قرأ كوا حفظني، تشو كي قام. لكن ما بقول مين هذا هذا منافق نعم وقال صح نعم بس هو يعني وورع ويا واجرا مرقوم منافق وحويا ومنافق وكافر به مرقوم قرانك عبا أربعين سنة هاي مد مستشرق قرانك إنه بارك لي أبا سان صوشك بإسلام اللوك وحياة راب حتى فقه جاي ما قرانك شكيبه المهام ببرنايا لكن إلهي ما أرتمى ببرنايا منافقين بما قرانك حفظ ساجر قاربا والفاجر متك فاجر كان كلا بعض ويان يتأكل به قرانك وقعونايا إنه كو قرابتهم بقرانك وحفظي ما أرتمى حويا قرانك وكوشا قيستان ومدي ديسي وشبكات ديسي وحورت وشماك ديسي وحوك صورعان يقن ديقو وحكو قاط وقرانك القرآن وحكمه وحوي قانون كل شخص دويا نقوله والفاجر يتأكل بينهما فاجر ويا القرآن حدود ستاق ما يقرق من ما يحكر ريبة كارب ما لأنه تذكر عمدا أو حنا يوم بلايد أو كلاخنا يوم مقرنا يسا شيكوين ببين وصمينا كاسو حوا عنايا فربنا بعكس جرت مكان سواء مكان والهو ابتدي تضع بحوا استان بنك القرآن كبرتبة حفدي سكوات بين القرآن كل شخص هذا صباح ياسيمين هذو صدق مقرن إسا أمواد قوية سيمين كوأخن هذو صدق ما تكشف كعب حبل ليه قرآن كشف إذا مرة من القرآن كحب هدف كيس مكوب بالبرة يبا حويا وإنه وحيلة دستو عمدا كدعاء مقرن إسا استوى مريو كذي إسا سوي مات سر مدي سار كاج يقلير ما رت شبر كشيا كاج اسمه رح مقرن إسا نكيره كذا القرآن مش بحاسة قال لي راكسو دغه مكه لبا ودا دي هاي نينا وحان الى كا عبسناي نينا وحان الى كا بقي التوراة قال لي ربك او يمد غري كسو دغه او تغي مد كميد ودا دي كيف يعنا او تغي نك عامي قال بس قول رشيق قال لي ربا او سو دغي بركاسو قال لي شمر واي شمر لا اسك دولاي حوا ما ارتم اهم بغير نك عامد حتى بلاي ولا دا شي وا صبر واي مد كلي او تغيو نك حرف كاي او تغي قران كما كاسو قول كور شيخ قال أبو سعد أولي أبو سوسي على توري وحصبة وبعض يحولان لقلا كلام ناف ناف وقلا مرك حد يتمكن ناف كي قلابه لا بدي ولد ولا يري كيم مارت ناف كي يري وقلارك وشين بيري هي كيم قرانا يسا يري وأولي أبو صبا قطعي لا بدي ولا يري هذا هو تنين كي ناف كدي شيء وحو عركي نين كي كلا تم مدي لبعي صرفنا لودي بس في عن فوقي أيوة أكبر كبرت أوصالي أوصالي توفي لي ورنيه سرر مدي سار سار كاجا إياك قال لي رشي بركو شيء كاجا واسم الله يبور مارت سياد باكا وعريس يا سياد مدي للا لاي ها اسم الله يبور مارت
سيدي حسن قريبا بيقى بسمن دونان أيوليا مارتا حديثك حديثك تخريج كتر حسبو إنكو سوى ساري إنو سنة كيسو صحيحي هاي. حدثنا أبو بكر ابن داود قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم ابن زيد قال أخبرنا سعد ابن سلط قال وحور أخبرنا الأعمش عن خيثمة أيوكوري عن الحسين ميوري ما سوى عن الحسن نعم وحير إن شاء الله تعالى نعم حسين نعم سحوي عن حسين قال وحور حسين مررت وحان صوم مري الرواية كلام وكحين دورا مررت وحان صوم مري أنا أنيقة إيه وعمران بن حسين عن الحسين ما هو عن الحسن البصري نعم عن الحسن البصري ويا حسين مع الحسن نكا أعمش خيثمة حديث كرواية كورنا أيه وعن الحسن البصري ويا حسن البصري قال وحور حسن مررت وان صوم مري أنا جاي وعمران بن حسين صحابي جليل كعمران بن حسين إمام الحسن البصري التابعة لبيض أول صعدة يا وحي صوم مرين على الرجل النن ويقرأ سورة يوسف نكاس سورة يوسف أخرناي سورة أخرناي سورة يوسف أيوة أخرناي فقام عمران بن حسين واستاجي يستمع لقراءة آخر كيسة سورة ذكرار عناية سحابي وحو مغلي نن آيات قرآن أخرناي سورة يوسف أخرناي سورة داس قفك القرآن أخنا يقفك مقرنا إنه مارت إذا جيست على عمري وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له عمران ابن حسين مركنك يبدك تقرأ عليه القرآن كيبدك جيست فقام عمران يستمع لقراءتي فلما فرغ نك مركو أخرس كده مي فلما فرغ القراءة أخرس كده مركو دمي سأل وحب الله وإنه الدور سيدو مارت شحاب وبقلا نك مركو القرآن كي إلا القرآن وأخره باب كده دور سنين قرانك لفتيس سأل أي سأل الناس ذاتك يبو مارتا ويديستي فاسترجع عمران بن حسين عمران بن حسين وحويا واسترجع إنها لله وإنها إلى الراجع بن مارتا لأنه مصيبة هذا شيء عظيمة من قرانك كنت دور سنة مركو أركي وملا مركو هو ردو أركب أن قرانك كنت دور سنة أيور إنها لله وإنها إلى الراجع وقال وحور انطلق ورنا كان حسن البصري وماشي نكا كان فإني سمعت وحن مقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ورنايا من قرأ القرآن قرآن كقفك أخريه حفظياه فليسأل الله به قرآن كالله هو يديسته إلهي جنه هو يديسته داره هو من قال ثوابه هو يديسته أخلاقه فيها هو يديسته قرآن كربه مارت هو عبادسته فإنه سيأتي وحيمان دونا فإنه شأنه سيأتي وحيمان دونا قوم ضد بايمان دونا ويقرؤون القرآن قرآن كأخرنا إياه ويسألون ويديسنا به بسبب القرآن قرآن أي أن الناس تقول دي سرية ده كده ورسنا يا قرآن آيات ما قرأنا بقى يقرأ علشان يسأل ده كده خبر له حصل أي قرآن كوا خرنا يا ده كده ورسنا صار ما لنا وحي هذا وعد علماء وحسيبه وطبيعته بركي هذا الكليه وعد علماء وحسيبه وطبيعته وحي كده وحي أركي ده كده نوع عاص والكلام ما أرد ده كده قرآن ما هو حقيقي كده ورسنا marka inuu dadkii ku jiray cisado oo ku beer la xawsado oo ku beer dul cisado oo noocaas ma garanaysa ayuu ma garanaysa sameynaya een way la muxuu quraan akhriya haduu iska dawarsado qofka waxba ahaan leh soo maayaad quraan akhri iska weydiiso iska shaxaado laakiin haduu quraanka maartay akhrinayo arintaas musibooyin ay taabo imraan xisaal kam xayna biga ka diga cali salaatu wasalaam maantu xarkaysa masajida irdooda iyo gudahooda qabaala xabaalaha qayra fadhiyo quraan akhriya iyo kuwa wadadooyinka maarta fadhiya iyo kuwa maarta basaska ay soo galayo ayada quraan akhriya inta warsaday dadku waxay u noqotay shay caadi ah ninka xumaanayay qofka xumaanaysa ma jirto
القرآن كله اللي هو ما تلقينين إن لو جد ورسول لو ما تلقينين أما وحلو هو يدي صدقة مقرنة صح مثلاً سنة مثلاً مرت خطرت هذا والنبي يقول وحيله كشجع كمتها مرت نقول آت كنبيك وحيله على مدارنا بنمدس سنين ما عندنا قوة رسولك ما أقوله وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن منصور وكوري عن خيثمة واتر رواية خيثمة عن الحسن مرك حسن كأول أساس بها لفظ حسن أو حسن ويان من حسن نقرأ قرض ويان قال وحور حسن البصري كنت وحنا هي أمشي كسعدة مع عمران بن حسين عمران بن حسين بن لص علي أحدنا آخذ بيد صاحبه مثكان مثلك لو قعدت كل الجناية حسن البصري الحسن البصري إيو عمران بن حسين وصعدان أحدنا مثكان آخذ عقبنا بيد صاحبه صاحب إذا قعدت كل الجناية فمررنا بسائل ندور سرايا صوم مرناي ويقرأ القرآن قرآن كغنايا فاحتبس عمران بامركا حوغي استاغي فاحتبس و استاغي وحبس مي عمران يستمع القرآن قرآن كسودة جيسرية فلما فرغ لنك مركو أخرس كي دميه سأل واس دكي وحوي دي سودة ورسدي فقال عمران وحوي انطلق بنا أنا كان إني أنا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرنايا اقرأوا القرآن قرآن كأخرية واسألوا الله به إلهنا القرآن كحكوه ديستا فإن قوما ضط طبعانتي وبعدكم قداشين هذا فإن بعدكم قوما يعني فإن قوما ضط وبعدكم قداشين هذا يقرؤون القرآن القرآن كواخرنايا يسألون الناس ضطكي بكتوغا يام بي القرآن كتوغرسنا يام مارت كواذا سبادة عدون تبوري ركوا مصيبوا يام حدثنا عبد الله بن محمد بن أحمد السوانيطي السوانيطي ومحمد بن أحمد المصيصي نكل أورانجري وأنا ضعيف ويان قال أخبرنا مقدام بن داود المصري قال أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن ماضي بن محمد عن أبان بن عياش مياه ونكل أصنا ضعيف كأهويان بل وحويان علمات وحيكون شيئان يهوي يعني متروك الحديث أكيد توثق وغرب نعم أبان بن عياش عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولك سوحويري يؤتى ولا كيريا بحملة القرآن القرآن كتبقى حفظ سناي يوم القيامة ما أنت قيامته فيقول الله إله وحولي عز وجل أنتم أدنكم وعات كلامي أي حفظة كلامي هذا الكي يكون حفظي باتي وعات يعني حفظة كلامي مسقيك قر وحكو قر الدعاة مخطوطة لما كلا صارك الدعاة يوعات واسكم مكلا قراء مخطوطة وواو يدال وانا سوقيهم مركاسة رجع قار كنا وحيو فهمين إن يتهي الدعاء قارنا وعات مركو حلا يلا ذبا أنتم أذنكم وعات كلامي أما أنتم دعاة كلامي سو ماشي معنا لا دعاء كذا كي نقولك ويرياتين أخذكم والدين قبنا يا بما أخذ به الأنبياء نبي أشى وحرق قبنا يوكر الدين قبنا يا يعني وحاسبكم بما وحاسب به الأنبياء الوجه ذا الأنبياء وح الله حسابه الأنبياء وحير لا والله قبنا يا مركزك أنا وحير والدين قبنا ياهو ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات وحير حتى اللي حتيتها حذابك وحويا من لب الله بالوين على به النبي الوير عليه الصلاة والسلام مركو أدبر هذه الحسابة ويا أخذكم بما أخذ به الأنبياء إلا الوحي مركو وحي على غيرها وأذكر ده وحي لذم وحيونه وحي من قرنس لكن حديثك حديث مارتي درسي سعد وحمتاي نعم قال وحي محمد بن حسين مؤلفك رحمة الله عليه وحي لي هاي في هذا متك كان عن صوص شيء كان صوص طال صوص آخر يجي بلاغ جارسين بقصوا لمن تدبره عدك هذا الكبوحة أو في صلاة عدك هذا الكوكور قلة الله إليها عبر قادة شحوق لا أقصه قلة إيا بلاق لقارسية حجدي حجل السوق قارسية أيا مارت قصه قلة رسالة وين قيان بلاقه أيا قصه قلة لمن تدبره قفك مارت أو في صلاة ووطق الله الله كبقي وأجل القرآن قرآن كوينيي ووصانه قرآن كإلاليي إنه ليدوك تقصه كإلاليي أو وباع قضي يبسدي ما يفني وحد أمانا يو الدنيا
بما يبقى وحهر وحهرية وفقا لو قلت لقى الدوية إن أغطقوا آخر وآخر أدورت. لكن هذا النقطة إن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ومصيبة ويا وأدوية ما أرتقفكوا كود دونتو آخر أكوه المعمى والله إلهنا الموفق لك وحوافتي وينقفك التوفيق إله بلا توفيق لك وحوافتي. باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله أو يلقن لله ماذا ينبغي له أن يتخلق به. باب كرونه بابي باب كرونه الله يا باب أخلاق المقرئ قف القرآن ك ضدك وأخرية أخلاق قف القرآن وأخرية معيس معلم وين سما مركب باب أخلاق المعلم وين مقرئ كاسر إلى القرآن ضدك بري أما قف ك لفظي أهم بري أهم معناه أن نبغى نعكر إسا باب أخلاق المقرئ قف ضد القرآن كبري أخلاق إسا أيو بابي هاي إذا جلس هذا فريسته يقرئ القرآن كصدق وأخرية أو يلقن ضدك أقول لك جمعية أميرنية لله لأجل الله على درادس ماذا ينبغي لهم حال الله سوق جدبون له أصدق أن يتخلق به إنه أخلاق هي آداب كدكتو آداب تلاقي جدبون معلك ما دام القرآن كألا درس وأخرية نك على درس وأخرية سوى باب كلولي لكن نك على درس القرآن كذاك براية وأخلاق الإسلام كقبسنا محال لا جدبون أو أخلاق هي آداب معلك أصلا. قال محمد بن حسين وحويري ينبغي وحهبون لمن قف علمه الله الله أوبري كتابه وكتاب كيس الله أوبري نعمة إله وين كتاب كلا قف كنا حمبارسي وقف كحافظ الله قدر مركب الله هبون الله زوج بون قف كلا كتاب كيس أوبري أو فأحب مركات على ذي أن يجلس في المسجد المسجد كانوا فريسته يقرأ القرآن القرآن كصوتك وآخر يعني لله لا درادس لا لغيره الله فضل وكدر يا سبحانه وتعالى يجلس في المسجد انا وقرانك ما تشري ملك هذاك لو بر وقت يا مساجد يا لو بر تشري دك دكسيه غار ما تشري تشري مساجد هي يا ملعمها ملك هذاك قرانك لو بر مسجد هي تشري يعني يجلس فحبه على يجلس في المسجد يقرأ القران قرانك اسقو مارته اخرنا يا لله لا درتيس يغتنم اسقو مارته كفايديسني قول النبي صلى الله عليه وسلم نبي هذا الكيس أو خيركم محايدا خير بأن من تعلم القرآن القرآن كغفكي برتي وعلمه أي وعلمه غيره ضدك كان برأي مارت قفك سألكو خير بأن خير كأسكو الدون يفضلق عن نبو الشيخ عليه الصلاة والسلام فينبغي له حالة قدبون أن يستعمل أنه استعماله من الأخلاق الشريفة أخلاق ذا وراكسن حقيدة ما يدل وحط صنية على فضله ليرات كأوليه يشرفته يوصدك رمشيكس إنه آداب تتصل إلى إنه صادقي هاي إنه استعماله آداب تاس والله جهره أيا هبون فضل جيسر تتصل إسا محيط أمريكا أخلاق باس وهو وحويان أن يتواضع في نفسه نفتي سواء إنه متواضع يهو استجبياه الأركة سليقا الأسليق وإنه ليه مارت وإنه سمتكبر يا هين مارت نين مارت الأركة سليقا يقويه أن يتواضع في نفسه ينبغي وحابون أن يتواضع في نفسه نفتي سمارتين ركس لقه إذا جلس في مجلسه قوله سمركه فريستوية إذا جلس في مجلسه مجلسك أوضك وقرانك وأخناي وحابون ولا يتعاظم في نفسه نفسه أسلوينا أسلقبوينا المارت أسلقبوينا أسكال عليهم وأحب وحانتع الله أن يستقبل القبلة قبلة أوتشيستو في مجلس فريق اسمه القرآن كبرايو ذاتك أوتشيستو ولقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكسوي ذي أفضل المجالس المجالس وحاو فضل بلان ما استقبل به القبلة قبلة حلو لتشيستو ما أصبر سنة كيسة ما أوتشيستو حديث عن صحيح معه ويتواضع وحابون مارتي ويتواضع وأن يتواضع إنه مارتي تواضعه أو مارتي شتبيو اسخشوعيو لمن يلقنه القرآن قرآن كذلك وبرأيه نو تواضع تواضع أسلوينك كسور تيدا أو يقبل عليه وأن يقبل عليه إنه كسو تيستو إقبالا جميلا سو تيسي ونكسا يعني حكم إذا تكبرك وحكو تسنية إنه ما ردني هو ياردك سو قرآن كو أخرى ما قرآن سو قرآن كو سن وتيسين أو سن دنيا يعني. لكن تواضع وحكو تسنية احترام في قرآن إنه لما أنت قرآن كسية مسكحي سمان كيسا أردك يسروا كسو تشيستو سو تشيستو وراكسن
وينبغي وحابون له أصدق أن يستعمل مع كل إنسان قف كستبع إنسان كستبع قف كستبع إنه استعماله أو لا استعماله أو سمعيه إنسان كاسو يلقنه أصدق أقول لقنيه إنسان كاسو يلقنه مع كل إنسان يلقنه أقول لقنيه ما وحن استعماله يصلح لمثل أصدق الكهبون وحل الآجرة فروق الفردية قف الباب إليها ودبسي سبحانه وتعالى أرضا مكا قرآن كلا برأيه أرضا أدوح برأيسي إسلام مدمع مد عقل بضان مد فهم بضان مد دمينة مد دوام مرأة مد حيو نوعي أضان بأيك كوبينه مركو على غير ربا كان دمين كان دمين نمدي سين مارت وكو احترامه وصن عاين وصبح وصن وودي كان كو كلفيني ننكا مقرر إنسان مسكح يسو فرنطة ومسكح يسو هلعي يسو حوق لنا كاسن المارت سيسو كو احترامه مقرر إنسان بوسكيس لو ديبو نول بابا ان ادابتي سوي خي كو هبون لو استعمال فروق الفردي قفل بالاهي ابو بوسي سبحانه وتعالى مركا شي ولبا ودي سينو كلي قانون معلن كيو او قفل با كولا دقم سيده ويا مع كل انسان يلقنه ما يصلح لمثل اسوك لو وح او هبون انو مغرانيسا او كولا دقم با هبون اذ كان محايله اذ كان و هو اهادي اذ كان يتلقن عليه وح قرانك كبرانيا أي الصغير مدير يو الكبير مدوين يو الحدث مد أدو داير سنونا مارت أود من غنية والغري مد هضنة يو الفقير مد تاقد أبو مارت عن مران فينبغي له حاوها بوام عليك أن يوفي إنو أوفيه كل ذي حق حق مدو صاحبه كستبا حق وحق سنوفو ليو أي المارت كوها بوام ويعتقد الإنصاف عدالة نمو يا إنصاف نمو أو اعتقاديه مثل بابا مارتا إنه كلية عدالة نصيه إن كان يريد الله الله هدو دون يويان بتلقينه القرآن قرآن كبرتك وبرأي تو الله بوجه سولة جيدو قرآن كوضتك برأي أمر يا عدالة مالك عدالة دون وحويان يا إنصافك الشيء كسبوسك سو مناسب كوية هنا دو ويان فلا ينبغي له كما هبونا معلنك أن يقرب الغنية متك هولان كأنه سود ويهيو أو يبعد الفقير فقير كان أفقيه إنه مارت كان حلوه يستدرت حلوه يستدرت أسوده ده مارت كان عن برايا مارت هذا إلا بق لبق فض الوارد أوي مادين أما سد حب أوي مادين حويا كان فقير كان هضم كها صوت آدم بي صوت عطشة مثلا كان فقير كها أي سهري عطسي غني قنوا كدم بي مركو حوجا كان دم بي حوا كلا يوجي كان لا كير وفقير يعني markaas wuxuu soo hormarinayaa ki maarta qariga ah booska hore siiraya marka kaaso kala wa dulmi waya inu cadaaladii bay ka baxsanta inu cadaalad u sameeyo oo maartay ama ma adoo wax bi xisaab macnaanta qarkood dadka qarkood wax way waxba ku bari maayo walee ma hada intaas ikeen fadhiisinta macallinka dadan bixin marka horeba xababa ma kala ku dhigayo ee korna ma فلا ينبغي له أن يقرب الغني مركوكو حبونا مارتين كغني وصود ويهو ويبعد الفقير فقير كالأوفق ايهو ولا ينبغي له أساكم حبونا أن يرفق بالغني ننكو هلان كامارتين ودم ريو سيقار أمام موسو ويخرق بالفقير أو يخرق بالفقير كان فقير كالأوفق ايهو يبعد الفقير مقرانيسا كان غني كان مارتين أمام موسو فإن فعل هذا ركادو سمايو فقد جار في فعله فالكو سمي جور يظلم وسمي بمعنى وظلم ظلم ويا الجور هو ظلم مرق عوا جور بوسمي فحكمه حكم جيس شرعي أن يعدل عدالة سمي ويا بينهما دحوذا كغني كان فقير كبا ثم ينبغي له دبيض وحاقها وهبون أن يحذر أنه كدكتون هذا نعم على نفسي سأنا أقول دكتور هذا التواضع على الغني كان هذا كان مارتين أو تواضعه يا والتكبر على الفقير كان فقير كان مشكلة ويناده كان هذا كان مارتين أو تواضعه فقير كان مشكلة ويناده بل يكون وحنا يا متواضع عن الفقير يا حقه لا تواضع فقير كبا حقه لبا أن يكون متواضع عن الفقير نعم حويا مساكين تيا فقراء ونبوك عليه الصلاة والسلام فصالحين ترى يجي عليهم بل يكون متواضعا للفقير بن غنيا متواضع بن غنيا وهو تواضع عنك فقيرك مقربا لمجلسه وهو سود ويريا فدغيس انه فدغيس اكتي سود ويهو متع نعم متعظ متعطفا عليه
أو لا تعاطفه يعني سجى مارته أو لا لحم عضو فقرك هيا نبكى هيستمرت أو تلاعيه ونحرسه أو طبعه يتحببوا إلى الله بذلك إله أسوأ أنت أقول دواني إله يستشعر على سيرية تحببوا إلى الله الله يستشعر على سيرية لذلك أنا قال لأنهم تتكم مساكين أنا وصونا ما أرى ما تفق مسكين ككلية ما أدوية أقوم ما دعي سكالة ما صحوا كليها أجد لقيها لأمارت قلبك حتى كوش العون نبقر عليه الصلاة والسلام قفك الدوني وقلبه وجلعه فليمسح على رأس رياس يتيم مركب طاسة بعكس واحد مات ففقير كم مسكين كي ضعيف كي تقدر أبي كاسب واحد مسور بيعلو كل واحد حدثنا وكر ابن داود وكر ابن أبي داود حويا وابن صاحب السنة نهرا وصمرنا صاحب الحقيقة دي وين قال أخبرنا إسحاق إنه جراح الأذني ومحمد بن عبد الملك الدقيقي قال وحي إلى حدثنا وحنور رمي ما أخبرنا وحنور شيغي جعفر ابن عون جعفر بن عون قال أخبرنا أنبأنا وحنور رمي أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس بكوري في قوله الربيع بن أنس أيوه فسر إياه في قوله جل وعلا إلى هذا الكيسة لقمان الحكيم لقسوه قوري ولا تصعر خدك للناس ولا تصعر اللي حنين خدك دان كاغا دبان كاغا للناس دتك هكا اللي حين قفكو مارك دبان كمركو صوص اللي حين حالو جيدا عن نظام ها يسد ويا بارك الله فيك يسد ويا واسلا قبويني مركو ما قران هكا انو دغيستو سدون وكرا مارت بحويان هذا تكبر تجي ما قران مركا دتك مارت دبان كاغا يا دفور كاغا ولا تصعر خدك للناس سلوك دمار لا تتكبر على الناس قال وحور يكون وحو هانا يا الغني والفقير عندك في العلم سواء وحلوك إذا هي تفسيرك أي دمار وحور ربا معنى هذا نوشاك يكون وحو هانا يا الغني وقفك هضنك يا الفقير وفقيرك عندك أكتر في العلم علمك كبر شيس كقاشيس سواء وقوس ناريا وين مارتي قلس من إليه كعف في أي بيلة إلى هذا قوله ماشي هرفة ليس تبني القارة علمي قال بر مارت أبناء الأغنياء ليرى مارت ما شفته ما قرأنا سا حلقة علمي قال شرعي قال سمية حتى هذا بقر ملك يو مدحويني ماد حليه مارت لعك قال ما شفته قال أسيق قارة وقال عن بلادك ليهين حق شرع على السلام قاعد دالني سماه مركوين علمي قال سمية حدثنا ابن أبي داود قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال أخبرنا شبابة يعني ابن صوار عن أبي جعفر الرازي وعن الربيع بن أنس عن أبي عالي يكوري في قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس قال وحور يكون الغني يو الفقير عندك في العلم سواء رواية دي هرى لكن رواية أنا ورواية أبو عالية أيا مارتي أيا أسكره رواية دي هرى وحويا الربيع بن أنس يكون الغني كان هذا كوعانية والفقير عندك أكتر في العلم سواء قسمين يهمك علمك على شرف. وقال محمد بن حسين محمد بن حسين وحويري ويتناول فيه ويتأول فيه صويك ما تصح مساس ويا ويتأول وفسرنا إياه مركو حبر فيه في التعليم وحبرتانك ما أدب الله إلى وعكود بيبيع أصدق النبي ونبي سيد محمد عليه الصلاة والسلام حيث أمره ميرو إلهي وأمره جل وعلا أن يقرب الفقير فقير كل سودوي إلهي بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فقير كسودوي بليد أذاب تسوين وقاطع إلى وحور ولا تعد عيناك عنهم لأنها كبت بين بليد مارت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم بليد عنده عندها قهر نافسين ذكر مؤمنين فقراء إذ كان قوم ضد وحي أهايين أرادوا الدنيا كوى الدنيا الدنيا فضد الدنيا أي أهايين فأحبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وحي كتش على هذا وحي على هذا النبي أن يدني إنه دوئيه منهم أيها مجلس فرقوت وحي على وحي على نبي أي سقارة وحي احترامه وأن يرفعهم منه كوريه على من سواهم أي وحي كسوهر من الفقراء فقراء صحابة إلى ذا مارتك وانا في القرآن أنا قد أفعل منه وضيال وأوين أنه هي فدق قارة يقول قارة نوصة ما يسيق قارة مولا فريسو فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم يا كأجيبي وكي يا للنبي إلى ما سألوا وحي ويديستين لا لأنه أراد الدنيا أدين ودون يماه نبي عليه الصلاة والسلام
ولكنه يتألفهم على الإسلام. أيقو إسلام كوسو دويني أيقو دون ينو إسلام كوسو ضبالو حق إسلام كوسو تشيدو يتألفهم على الإسلام. فأرشد الله إله باهنوني نبيه نبي جيسى صلى الله عليه وسلم على أشرف الأخلاق عنده أكتس أخلاق من تقول شرف طبعا بإلى كوهم النبي عليه الصلاة والسلام أي الأمر على أشرف الأخلاق أخلاق من تقول شرف بان عنده أكتس. فأمره وحو فريت جل وعلا أن يقرب الفقراء فقراء المسود ويهو وينبسط إليهم أي قناة وكفر حسن هذا كنا قناة حسن هذا أي الأمر ينبسط إليهم يو يصبر عليهم أي قناة كصبر ونفتس كحيرو أي قناة الله بالغير بعض يو أن يباعد الأغنياء كو هذا كأنه كفو قاعده الذين كواصوا يميلون إلى الدنيا الدنيا حقه ده أولي حرية ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا بالغير مرض كو هذا أصبرت قاعد غفل القليل كو هذا لن نلو طاعدهم ساكنته زهادة وأن يباعد الأغنياء الذين يميلون إلى الدنيا. ففعل صلى الله عليه وسلم أرك النبي واسميه وهذا متكم وفلك النبي السميه قرآن كسو دقي أصل أساس قاعدة ويا يحتاج أباهيها إليها سجا جميع من تدمنت أباهيه جرى سفر يستل يعلم القرآن قرآن صدق أبره يدينت هي والعلم علمه ويتأدب بها سجا وأدب كريكته ويلزم نفسه ونفسه وقصبه ذلك أرك حويا إن كان يريد هدؤلة جيده الله ألا بذلك أركاس هدو الله أولا جيده والله ضعده إياه أرنده سويا. وأنا أذكر وحان شيقيا ما فيه ليكون الناظر في كتابنا هذا فقيها وأنا أذكر وحان شيقيا ما فيه أسير حسوحي هذا وأدل له ليكون إنه هذا دراديه الناظر متكفيريا في كتابنا كتابنا هذا متكنا فقيها متفهمه وقرته بما يتقرب به إلى الله ألا وحقه دوانيه أو يقرأ لله ألا درتس القرآن تتكبره وحقه أخرره أو ويقتضي ثوابه نعم ويقتضي أو كطلبه نعم ويقضي مياه وإن ليلة ويقتضي ثوابه ثوابتي سنة وكدونيه من الله إلهي وكدونيه لا من المخلوقين مخلوق وحليل البشر وحبك الدون ما يو وإلهي سبحانه وتعالى أيو مارت أجر إيو أيو كدون إياه مركز عادية أيو وحب مالف كي يهي وندو أمصوص إيا أدلة ده أو اسمه قرانيسا أو صوك حيو أرده تسنى وانا نوع استعماره إيا قاعدة مالف كي رحمة الله عليه واستعماره أدو وانا سمك هذا القيسة كبعد المصوص صوك حي المصوصة أيو صوك حينا إياه حقا واستبست إياه للمصوصة مركز ماشا أنا ننتج والله أعلم صلى الله عليه وسلم.